الخبر اول اللي عدى عن شنو صار بمعركه برهوم مع راوي وانس الشايب. بالبدايه يا حبايب شوفوا المقطع السابق اذا حابين تعرفون الاحداث اللي صارت. المهم يا حبايب الصدمه كانت من عمر ابو الرب اللي هو اخو احمد ابو الرب. في القصه اللي صارت يا حبايب انه عمر ابو الرب بالنسبه للقصه يا حبايب اللي صارت في البدايه كانت من المقابله اللي سواها نور ماروي انس الشايب، سال سؤال انه منو اكثر يوتيوبر تكرههم، ثلاث يوتيوبر، فاختار انس الشايب انه بالمركز الاول اللي هو عمر ابو الرب. راح اعطيكم اللقطه يا حبايب شوفوها. سمي لي ثلاث يوتيوبرز عندهم أسوأ محتوى بالترتيب. عمر ابو الرب. هذا اللي خلى عمر ابو الرب يا حبايب انه يصدم الكل فعليا ينزل هذا المقطع على قناته. بهذا المقطع صار يتحدى بأنس الشايب مباراة ملاكمة، راح احط لكم المقطع شوفوه. هذا الفيديو موجه لأنس الشايب. حبيب هلا بيسان، أنس الشايب حكى عن محتواي أسوأ محتوى بالوطن العربي. تخيلوا هون أنس صار له شهرين تحسوا بدق بكل حدا، وبرهوم انزل معي فايت، ابصر مين انزل معي فايت، تعال بحد قدك، تعال بحد قدك. برهوم قد المكنسة، برهوم عصاي، تعال بحد قدك. فما ححكي اني بكره محتواك، لا بتحداك ننزل فايت وين ما بدك وقت ما بدك، انا جاهز. طبعا هذا المقطع مين هو نزل مقطع على الانستغرام، هذا اللي خلى يا حبايب هو معراوي يكتب له كومنت، واللي هو الكومنت كان انه انس بكره ممكن يقول انه عمر اطول مني فلهذا ما راح اتحداه، ولكن انس شايب رد عليه رد شويه قذر انه انت رخيص، انت الوحيد اللي ما رد اسمع حسك يا حشره، ما ادري صراحه كلام كلش بذيء. وبالاضافه يا حبايب اللي احمد ابو الرب هم كتب له كومنت انه احنا معاك يا اخويا. نرجع نكملكم القصه يا حبايب. فطلع انس الشايب بشويه ستوريات يرد بي، بهذه الستوريات صار يقول بيها بالبدايه تهجم على برهوم انه هو جبان وخاف يتحدى بالملاكمه، وبعدها وافق يا حبايب على المباراة بينه وبين عمر ابو الرب. ولكن الغريب يا حبايب انه هو حذف هذه الستوريات، خلى ستوري وحيد اللي هو شو وقت راح يحدد المباراة انه اختار هو عمر بكيفه. كان فيديو جديد بتمنى يعجبكم، حطوا لي لايك واشتركوا بالقناة. بالنسبة للحكي الكثير والدوشة اللي قاعدة بتصير بالسوشيال ميديا، انا كنت كثير متضايق من شخص وطلعت له انا بتحداك تلعب معي فايت ملاكمة، وهذا الشخص طلع وقال انا مش متدرب حاليا ومن هالحجج، والحمد لله انك طلعت جبان وما وافقت، لو وافقت جد كنت نفخت وجاك، بس انت طلعت واعترفت انك انت مو جاهز ومو قد هذا الاشي. فطلع اليوم عمر ابو الرب وبيحكي انس انا بدي اتحداك بفايت وياك، اذا انت بتمزح ماخذ الاشي بمسخره اشي بيرجع لك، بس انا ماخذه جد، وفي اي وقت بدك انا جاهز، بدك في رمضان او بعد رمضان ما عندي اي مشكله، والله العظيم بدك ابلش اجهز لها من هسه احكي لي. عمر ابو الرب اسمع، اغنيه ان انا اللي حطيتها عندك على الستوري بتعمل عليها حركات بتتهبل، والله العظيم لو احط لك اياها وادخل عليك انفخ وجهك، وبدي استفزك بتكونش زلمه قد حالك اذا ما وافقت تلعب معي جد ملاكمه. انا عارف انك انت طالع بتتهبل وتتمسخر لانك انت مش قدها، اذا قدها انا ما عندي مشكله، بدك في رمضان انا جاهز، بدك بعد رمضان ما عندي مشكله، ان شاء الله لو كان طولك 4 متر راح افقع وجهك تفقيع، كون زلمه وقد كلامك وما تتراجع. اوكي اتفقنا اتفقنا، فكيني ما راح اطلع وارد عليك وراح انسى الموضوع، لا والله العظيم انا جاهز باي وقت بدك اياه، برمضان بعد رمضان ما عندي اي مشكله، بس بودك انفخ وجهك. القصه ونهايه الحديث غير هيك ما راح اطلع واحكي بالموضوع، انا مستعد وجاهز باي وقت، ان شاء الله تكون زلمه وتوافق. يلا والله العظيم اخر شيء راح احكي، الدخله اللي دخلتها باول فايت لإلي انت مش من الزلام انك تدخل زي هيك فوته، بس انا قلبي ميت، والله العظيم قلبي ميت، لو اني جبان او خويفي ما بدخل هاي الدخله، وبس فهمك كفايه. يلا احكي لي متى بدك عشان ابلش تجهيزات، اذا بدك برمضان او بعد رمضان، بس بعد رمضان احسن بكون. بعد يا حبايب طلع رد عليه عمر ابو الرب، تنزل شويه ستوريات يتمسخر عليه شلون هو دخل الحلبه فيسوي حركات انه هو يقلده نوعا ما، بعد نزل شويه ستوريات ثانيه يا حبايب، هذه الستوريات كان نوعا ما يضحك على انس الشايب وقال له ترى انا تحديتك ملاكمه مو انت اللي تحديتني على مود تقلب القصه علي، ولكن ثلاثهم جابوا سيره انه شو وقت راح تكون المباراه بالضبط، ايكون راح احط لكم الستوريات يا حبايب شوفوها واكتبوا لنا من تتوقعون يفوز بالمباراه. انا مش فاهم كيف انا تحديته هو قلبها انه هو اللي بتحداني، واذا انت زلمه ما بتتراجع. طب انا واضح اني مش انا انه مش راح اتراجع، انا اللي بتحديه، ليش بدي اتراجع؟ صح؟ فلا مش حتراجع، وانا ام وفايت كل تمام، والفافطه تبعتك هي ادحشها بمكان ثاني ماشي، مش هون، اوكي، وبفقع وجهك برو انا مش راشد بالحصى، اوكي. بيضاف عمر ابو الرب نزل هذا الستوري، وضح انه هو طويل كلش مقارنه بانس الشايب، فالما يعرف يا حبايب انه بالملاكمه الطول هو يفيد، فعمر ابو الرب يعتبر طويل فممكن هذا الشيء يخليه انه هو يفوز، ما ادري الصراحه اكتبوا لي بالكومنتات من توقعكم ممكن يفوز، هل ممكن يفوز انس الشايب او ممكن يفوز
عمر ابو الرب. نرجع على شي حبايب على الصدمات، وبالختام اللي هو برهوم مراوي تنزل هذا الستوري بغيث مروان نزله هو كندي ويا برهوم مراوي، يوضح انه ما بينتهم اي خلاف، وحتى برهوم كان كاتب على هذا الستوري انه هو مثل اخوي الكبير. فيلم يعرف انه انس الشايب تنمر على كندي انه هو وزنه 300 طن ومدري شنو يا حبايب، فكندي واضح انه واقف يا عمر ابو الرب كاتب له معك قالبا وقالبا يعني مثل ما شايفين يا حبايب بالكومنت. فواضح انه كندي واقف يا عمر ابو الرب ضد انس الشايب، فيمكن هو صح ضحك على النكته اللي قالها انس الشايب مقابله نور، ولكن يمكن بداخله هو كان فعليا منقهر على التنمر اللي تنمره. ما ادري صراحه، انكم يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الموضوع. بصوا يا حبايب نوصل المقطع، فتروا طب اللايكات لانكم فايزين مقاتل ميكت القصص. احبكم وبس، مع السلامه.